النتائج التي أفرزت عليها التصويت اللي رفع الحصانة من عدمها 277 لصالح رفع الحصانة مقابل 30 لا لرفع الحصانة، 30 امتناع و30 امتناع و7 ملغات. وبالتالي من الناحية القانونية العادية ترفع الحصانة على النائب بهاء الدين إطليبة رسميا. النتائج التي سمعناها الآن بالنسبة للنائب بن حمادي لا ترفع عنه الحصانة البرلمانية، لأن يعني 156 فقط اللي كانوا مع نعم من أجل رفع الحصانة البرلمانية. المشرع عندما وضع هذا القانون لم يضع الآليات في كيفية التصرف مع من رفضت أو من رفضت رفع الحصانة عنه في الجلسة العامة. ما على وزارة العدل إلا أن تحضر ملف آخر سواء باتهامات هذه أو اتهامات أخرى وتقديمه مرة أخرى إلى البرلمان كي تتم نفس الإجراءات التي تمت اليوم.